تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة نطب الأحكام والقرارات. بسم الله الرحمن الرحيم. جنيم يا علي عبد الله أحمد، وهاني عزب عبد الدايم عزب، وعزب عبد الدايم عزب. بعد الإطلاع على الأوراق والمادة 381 إجراءات جنية، قرارات المحكمة وبإجماع الآراء إحالة أوراق الدعوة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب للمتهمين، وحددت جلسة اليوم السادس من دور شهر 8/22 لورود تقرير مع استمرار حبس المتهمين تلك الجلسة. الحمد لله، احمد كان هزه تاني، عمره ما جاب لي مشكله، الحمد